الآن نعمل function لا تخلق node، فنروح نعمل هنا function مثلا a بتعيد node type k طبعا what's the type of the class بتعيد a وهذا pointer تعيده add node نسميها وإيش بتأخذ وهذا ما بتأخذ ولا أي شيء فما بنخلق نود ونعيده so well وال add node بنحط character أو care عشان نضيف c care مثلا x وبعدين نكتب return u a x سهول خلقنا الأول نود ب A بعدين حطينا عليه تعيين التير بدنا نروح نستخدم ال add node method so نكتب A h next h next equal to h add node نودي له حرف b وكمان نضيف node h next equal to h instead of the function add node c وكمان نضيف node h next equal to h add node d هسه شو عملنا هون هذا النود خلقنا نود h هي بالذاكرة هون هذا h في حرف next وفي ايش كمان الحرف a وهذا النكست السهم بعدين هذا ال h معين عليه هون بالستاتيك ميموري طبعا نيو عادته حطت العنوان له هون بال h خلقنا نود t وهذا بالانستركشن انه هون وخلينا نعين على ال A نفسه على ال H نفسه صار متساويات طبعا هذا next هون هسا next instruction بدنا نقول لل H next يعني هذا النود نستدعي function بنعديلها B هسا B صارت هون وبعدين return u x فراح يعيد لنا نود بخلق في B وبخلي ال next معين عليه شوية next بده يعين على هذا النود الجديد اللي في b اوكي طبعا هسه هذا في next بالnext instruction هاي نفس الاشي ال h هسه انتقلت من هون لهون اوكي راح العنوان يعني هون تغير كان واحد صار اثنين مثلا وهسه عندنا next هون هسه بهاي h next اللي هي هذا النود اذا نستدعي هاي الفانكشن نروح عليها بنعدي لها سي طبعا هاي الاكس بصير سي بصفي هون سي return new node فهسه بدي اخلق هذا النود بعوضه محل هذا الاستدعاء اللي هون بصفي عندنا نود مخلوق هون اول اشي اللي فيه سي وبده عين على بحط الاكس next h next equal h زي هيك ف well هاي مان هشوف هسه نجرب اشوف اذا تشتغل next هاي صارت فيها وعندنا هون next نفس الاشي ضفنا ال d فضفنا كمان node هون وهسه هاي فيها d وفيها next
بس إنه بدنا نضيف love. H next equal to null. بس صار عندنا هون صار next 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 ما بدنا نرحل النوت. فكيف نرحله؟ فنروح نحكي h تساوي h next، وهو كمان نرحل هذا النوت h تساوي h next، وهاي بدنا نرحل هذا النوت h تساوي h next. فصار عندنا أول شيء خلقنا لوب، صرنا نرحل بال h، فال h صارت هون، بعدين رحلت إلى هون، يعني هاي راحت من هون، التغى العنوان لها، صار عنوان محله هذا. أوكي، طبعا next هسه هاي d آخرها نو، هون عندنا نو يعني shorted زي هيك. فهسا عملنا هاي، بدنا نعمل رن نشوف اشتغل ولا اخطأ، ولعنا خطأ h next error expected semicolon، ومش حاطين semicolon في مكان هنا semicolon وهنا semicolon. والاد نود نيكست هاي فيها السمايكولن، الرن عمل رن هسه اشتغل. هسه شو بنسوي؟ بنطبعه، بنطبعه من خلال لوب، بنعمل لوب عشان نطبعه هيك بس. وايل تي نيكست، طبعا التي لسه هو موجودة، بنصير نبلش نرحل فيها نفس الاسلوب، يعني بنرحل ال t باستخدام هاي الانستراكشن t تساوي t next. فعندنا هون شو بدنا نطبع؟ t next لا تساوي null. طبعا احنا عندنا null هون اللي هي هاي اخر واحدة، يعني وقف لعندها. فشو نعمل؟ see out t، وبدو نطبع الدات اللي فيه اللي هي cc، بعدين نروح end line ولا خليها زي هيك. اوكي هسه بنرحل، نطبع الدات اول واحدة تطبع a، بعدين بنرحل ال t لهون، فنروح نكتب تي راح انا خلينا نبيت على تعين على النكست نوت تساوي تي نكست. او نشوف نعمل رام خلصوا طبعا الاشي، وشكله اشتغل هيو اي بي سي، بس الدي ما طلعتش. ليش؟ لأن احنا وقفنا عند h next، يعني عند هاي next. فبدنا نروح نعمل ال d نطبعها برا اللوب، لأن إذا عملنا t next طبعناها راح يصير عندنا نص اللوب ويصير عندنا خطأ. فآخر واحدة بنقول see out t سي سي. نعمل رن ونشوف هاي هذه طبعت آخر واحدة A B C D. أوكي معناتها احنا خلقنا نودز وطبعناهم باستخدام اللوب. هسا بدنا نروح نخلق نودز نخلق فانكشن تطبعهم. أوكي بدنا نسويها، بنروح لهون A بتعيد شيء، well
ومرتين شي خليها void ونقول out وبدنا نعدلها a not x okay. see out well بدنا دائما نستدعيها كل مرة ونعمل loop فنروح نعمل while هذا اللوب اللي هون x does not equal null طبعا null هي مشتركة أمين ال pointers هم global لأنهم كلهم addresses see out x أو cc استنى عاد هون x cc بعدين هون نشوف إذا تشتغل مفيش داعي نستخدم this وبنعدها شوية عشان well that's it نحط سماعي كارم هون هسه نروح لل A بنشيل هذول اللوبات اللي هون ونشيل هاي بدنا نوديها لفوق كوبي نسخ انسخ نطلع لهون نضيفها هون بس بنعيد النود لإكس وهسه بدنا نروح نستدعي هاي الفانكشن بنشيلها نحكي مثلا تي out بنعديلها تي نفس الاستدعاء بنعديله الى وبنشوف ايش بصير فهم اوبس في عندنا اشي غلط هون while x doesn't equal null بدنا نحط هون بس هنا نحطه على x doesn't equal null وعلى x next نحطه هون doesn't equal null أبس equal as a هي صح هسه نعمل run just صار عندنا infinite loop نشوف طول error cannot execute ما نقدرش نعمل له execution ليش؟ ولا احنا عملنا هاي الفانكشن void out x y بلا بلا هاي صح ومستدعينا الفانكشن هاي اوكي نحطها على break node output node output list نعمل run شايف infinite loop لانه قاعد يرقص هنا infinite على a y الله اعلم مش عايز زايدين باللوب هنا وعلى x c و c ونعمل next ونروح نستوب هذا escape نروح نوقفه ستوب هون بدنا نرحل نسينا نرحل بالاوت نروح نعمل x تساوي x next نعمل run هسه نشوف الاوتبوت هاي طبعا a b c اوكي وقف هون نعمل اشي ثاني